تجربة المقابر دي طبعا اليوم اللي فيه مشهد البنت ده كان يوم صعب قوي قوي، لانه مشهد كان صعب واحاسيسه صعبة. وامين الحقيقة كاتب مشهد هو حزن مكتوم، ام مش قادرة تصوت على بنتها، ام ما شافتش بنتها وهي بتموت، ما ودعتهاش يعني، اتغدر بيها. حتى يعني انا بشوف انه ده كان مشهد قاسي جدا جدا جدا. والحمد لله يعني بعد المشهد ده ما حصل كان في اشادات كتيره قوي عليه، بس هو كان يوم احنا كلنا كممثلين ما بنكلمش بعض، يعني ماشيين جنب بعض كده، يعني ثروت ماشي وانا ماشيه، نهى ماشي، مش بنبصش في وش بعض، ما بنكلمش بعض، متضايقين جدا جدا. حاله كانت صعبه قوي. وانا شخص انا ما بحبش اروح للمقابر، انا عندي مشكله يعني، انا بحس ان انا عندي تقصير في ده. انا جوزي طبعا كل يوم في المقابر، انا يعني لو رحت اروح مثلا العزاء ما واجري من المقابر، ما بحبش. فانا بالنسبه لي كان اختبار صعب ان انا اقعد في المقابر يومين، بصور يومين في مقابر، ثم بقى اليوم الثاني انا هنزل مقبره. مش متخيله ان انا اعمل كده. وبعدين هم بدأوا واحنا بنصور يقولوا لي دي مقبره حقيقيه، فانا صوتت وجريت ويجيبوني من الكربان، مش عايز انزل، وعيط. وبعدين قعدوا يقولوا لي لا والله دي مقبره مش مدفون فيها حد، مش مدفون فيها حد. قعدنا نضحك عليها شويه، قعدوا يضحكوا عليا شويه. انا حصل لي حاله كده والله العظيم غريبه جدا. بيأهلوك للمشهد يعني؟ لا، انا حصل لي حاله غريبه جدا، انا فجأة بقيت بلا احساس، وبدات اقول لنفسي انا في لوكيشن تصوير، ده استوديو، هما بانيين لي استوديو، وانا دي مش مقبره حقيقيه، وانا ما بصورش في مقبره، لانه كان المشهد بالنسبه لي صعب جدا. وبخش المقبره وبنزل تحت، احنا جت حصلت لحظه كده، كنت انا واستاذ رؤوف منور المشهد كله بنور التليفون، يعني احنا قاعدين في ضلمه، الكاست كله في ضلمه، مفيش اضاءه خالص. هو الفكره ان في لحظه بقى ان تليفونها فصل. تليفوني فصل واحنا جوه، كانوا انا واتنين مصورين جوه والباب اتقفل علينا. انا دي كانت لحظه، لا يا جماعه انا كنت بموت الحقيقه، وكان ربنا عايز يقول لي مش انت ما بتروحيش مقابر، او قعدتك يومين. بعد يوم من التصوير انا قعدت اقول لنفسي انا ازاي عملت كده، هو انا ازاي، سبحان الله. لا كان يوم بالنسبه لي صعب. تجربه السجن بقى، بس انت ما بتحبيش تروحي المقابر، بتخافي من الموت ولا بتخافي؟ ما بحبش ذكريات. ما لا ما اعرفش ايه السبب. يعني ما اعرفش ايه السبب، يعني اخر مره كانت جدتي، ولما بروح مدفن ببقى على مضض وعايز امشي بسرعه، ما اعرفش يعني. ما اعرفش.